بعض الطلبة الأعزاء يسألون فيما بينهم أنه ماذا تريد منا العتبة؟ لماذا هذا الاهتمام بالطلاب؟ نحن لا نريد منكم شيئا شخصيا إطلاقا، بل أكثركم لا نعرفهم، لا نريد هذا، لكن أريد منك شيئا واحدا قد سيواجهك بالمستقبل. نحن واقعا أخواني نفتش عن بنات هذا البلد. أنتم أمة خير، وأنتم أمة يعول عليها. المثل الذي سأذكره أنتم غير مبتلين به، وإن شاء الله لا تبتلون به. هذا المكان الذي قلنا سيبقى محفورا في ذاكرتك، أريدك فقط أن تتذكره عندما يحاول البعض أن يضعفك في تهديم البلد من خلال ما يصور لك الشيء الأعوج، يصور له هذا مستقيم. تتذكره عندما تمد لك بعض الأيادي المسمومة لتعطيك رشوة من أجل تهديم هذا البلد. هذا الذي أريده منك. أريدك أن ترفض الباطل، أريدك أن تعيش وأنت قويا، وأنت قوي، وأنت عزيز، وأنت ملء التفاؤل. اليوم أنت طالب تخرجت، غدا أنت ستبني البلد.